متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2227 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 105346 حالة في المغرب. وفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية لدتهم والتحاليل المختبرية قد بلغ 2,328,523 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن فترة نفسها عرفت 34 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1889 حالة، وتم التأكد من 1725 حالة شفاء إضافية، إذ ارتفع عدد الحالات الإجمالي التعافي إلى 85883. وتوهب وزارة الصحة المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. نذكركم، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2229 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المسجل خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإجمالي المصابين بالفيروس إلى 105346 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات السلبية المستبعدة بدأ حصول نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,328,523 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 34 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1889 حالة، وتم التأكد من 1725 حالة شفاء إضافية، ترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 85883. وتوهيب وزارة الصحة المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2227 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المسجل خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإجمالي المصابين بالفيروس إلى 105346 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,328,523 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 34 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1889 حالة، وتم التأكد من 1725 حالة شفاء إضافية، ترتفع حصيلة إجمالية التعافي إلى 85883. وتوهيب وزارة الصحة المواطنين والمواطنات التزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.